الأفضل في العالم، وعد ميسي له ولعنته على هالاند، حقائق لا تعرفها عن حارس المغرب ياسين بونو. تصدر الحارس ياسين بونو المشهد في بطولة أمم إفريقيا أبيا إلى التحدث باللغة العربية في المؤتمر الصحفي، رافضا الرد على الصحفيين باللغة الفرنسية، علما أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية إلى جانب اللغة العربية. هو موقف بسيط ومغتضب، لكن كان تأثيره كبيرا جدا ورسخ له مكانة في قلوب الجمهور العربي الذي تعلق بهذا الحارس منذ موسمين بسبب أدائه وأرقامه التي أذهلت أوروبا بأكملها. إليكم بعض الحقائق عن الحارس المغربي ياسين بونو. معاناة من أجل النجاح. ياسين الذي ولد في مدينة مونتريال الكندية الناطقة بالفرنسية من أبوين مغربيين قبل العودة إلى المغرب في سن الثامنة، يملك قصة فريدة من نوعها، فصعوده إلى القمة لم يأخذ مسارا اعتياديا ولم يكن سهلا على الإطلاق. فبعد أن برز مع الوداد البيضاوي في بدايته، قرر أخذ الطريق الصعب والبداية من الصفر بالانتقال للفريق الثاني لأتلتيكو مدريد الممارس في الدرجة الثالثة الإسبانية، وهناك بدأ رحلة الألف ميل، مصاعب ومشاق للحصول على فرصة مع فريق دييغو سيميوني دون أن ينجح في ذلك، ليحصل على فرصة اللعب معارا مع ريال ساراقوستا في الدرجة الثانية لمدة سنتين، ثم جيرونا لمدة 3 سنوات، حيث تألق وصنع اسما له. وعندما ظن أنه حصل على فرصة العمر بالانتقال لإشبيليا معارا لموسم واحد، بدأت المعاناة من جديد، فرص معدومة أو تكاد، ولم يشارك سوى بعد إصابة الحارس الأول ليظهر قيمته الكبيرة ويساهم في تتويج الأندلسيين بالدوري الأوروبي بفضل تصديات خارقة. مشهد اللعنة. جميعنا يذكر هذه اللقطات التي جمعت بين بونو وإيرلينغ هالاند أثناء تنفيذ ركلة الجزاء في دوري الأبطال. الركلة تصدى لها بونو بعد أن صرخ بكلمة كيري كوتشو بوجه اللاعب النرويجي، لكن الفار طالب بإعادة الركلة وأحرز هالاند الهدف ليقوم بترداد الكلمة بوجه الحارس دون معرفة ماهيتها. فيما بعد تبين أن بونو أراد وضع لعنة كيري كوتشو الشهيرة لنحس هالاند، وهي لعنة تعود لأحد المشجعين الأرجنتينيين الذي كان كلما يحضر تمارين فريقه يتعرض أحد اللاعبين لإصابة أو يخسر فريقه، وهي معروفة جدا في مدينة إشبيليا. الحارس الأفضل في العالم. وفق موقع ترانسفير ماركت، فإن بونو هو الأكثر حفاظا على الشباك النظيفة في 2021 مع النادي والمنتخب بواقع 32 مباراة من أصل 59 مباراة. هذه النسبة هي الأفضل بين حراس أوروبا، متفوقا على مانويل نوير، يان أوبلاك، إيدرسون وأليسون بيكر. وعد ميسي له. في إحدى المباريات التي جمعت جيرونا مع برشلونة، طلب بونو قميص ميسي، إلا أن ليو كان مستاء من نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل وإهدار نقطتين، فلم يلبي طلب الحارس المغربي، لكنه وعده بأن يهديه قميصه في مباراة العودة. لقد وعدني ميسي بالحصول على قميصه منذ مباراة الذهاب، لكن هذه المرة تذكرني وأوفى بوعده لي. ليس من السهل أن تكون حارس مرمى متألق، والأصعب أن تكون عربيا مهاجرا في مركز حراسة المرمى يصل إلى ما وصل إليه بونو مع إشبيليا.